هاي أصدقائي، اليوم راح نحكي عن مراحل تطور جمال هنا الزاهد عبر السنوات. عاملة عمليات تجميل أو لا؟ راح نشوف بالصور. بالبداية بدعوكم للاشتراك بالقناة، قناتكم المنوعة أناقة أنثى. أهلا وسهلا فيكم، Let's go. هنا الزاهد ممثلة مصرية حققت نجاح وهي بعمر صغير، واستطاعت أن تلفت الأنظار بأعمالها وجمالها. شوفوا شو حلوة وهي صغيرة. بسن الطفولة كتير كتير حلوة. هنا الزاهد نشرت أكثر من مرة صور إلها حول طفولتها وأبرزت ملامحها الناعمة والملفتة. أيضا نشرت صورة وهي صبية، لاحظوا قد ايه حلوة، وهالصور بال2013. منلاحظ باختياراتها لا هنا الزاهد تطور جمالها، هالصور بال2014. لاحظوا اختياراتها بلون الشعر، بالمكياج كمان. أما هالصور الحلوة بين 2016 و2017، منلاحظ لون شعرها لهنا الزاهد، الأشقر وجذور البنية الداكنة عم تعطيها كتير جمال، وصار في عنا محدة الشفاه، لاحظوا بطريقة كتير ناعمة. بال2018 منلاحظ تغير واضح بالملامح، في عنا عملية تجميل كما هو واضح. انتبهوا بالمقارنة، في فرق واضح. أيضا خصلات الشعر. أما بال2019 بهالمرحلة صار في عنا ملامح واضحة وملفتة، الحواجب الأكثر عرض، اللوكات، شعر قصير طويل أشقر، لاحظوا في تغيير واضح جميل جدا. أما هون بال2020 لاحظوا ما بين 19 و20 تغير ملامح مانو كتير، لأنه صار في عنا هون بس عنا تغيير صغير بالشفايف، وهذا التغير بالشفايف قد يكون من خدع المكياج. بتمنى يكون الموضوع عجبكم أصدقائي، بدعوكم للاشتراك القناة وتفعيل الجرس.